دماء تراق يوميا على حقوق سلبت، شرارة كتب عليها الاستمرار لتضيء طريق الحق وتفضح سراق المال العام، وقتلت المتظاهرين الذين أحيوا اليوم دماء صلاح العراقي بإعادة تأهيل ساحة الأحرار وسط كربلاء. اليوم نحن في جمعة النصر يوم 18-12 نكرر دعمنا للمظاهرات السلمية في العراق، ونكرر أيضا استنكارنا لأفعال الاغتيالات والقتل والترهيب التي تحدث في كثير من المحافظات، وآخرها اغتيال الناشط صلاح العراقي، وكذلك بعض الكفاءات في ميسان، واستمرار محاولات الاغتيال في الناصرية. هذه الأفعال مستنكرة، وأيضا نركز على إهمال الجانب الحكومي لهذه الاغتيالات المستمرة، ونعلن رفضنا لهذه المحاولات واستمرارنا بمطالبنا السلمية. استنكار وشجب، اعتصامات وتنديد، هذا ما يفعله الأحرار لتوحي شعاراتهم بأنهم لا يستسلمون لحيتان الفساد، المتراقصين يوميا على سفك دماء شباب يحلمون بإشراق شمس بوجه بؤس حياتهم. طبعا ساحات الأحرار والاحتجاج في كل المحافظات العراقية بدأت تستنكر كل هذه الاغتيالات، كل هذه حالات الفساد ومحاولات القمع الكبيرة، فبالتالي هي دائما تحاول أن تعيد وتجدد نفسها وتقول دائما نحن مستمرين من أجل المطالبة بحقوقنا. فبالأخص بعد هذه الفترة الأخيرة نشوف بها اغتيالات واسعة جدا لعدد من الناشطين يعني، وبالأخص هذا آخر اغتيال اللي كان للشهيد صلاح. فبالتالي احنا اليوم بحاجة إلى أن تتجدد الساحات مرة أخرى، هذه الساحات اللي هي دائما راح تعطي الحيويه وتعطي الروح الثوريه من اجل المطالبه بالحقوق. فان شاء الله يعني جميع المتظاهرين، جميع الثوار في المحافظات العراقيه يستمرون في من اجل مطالبهم الحقه، ومن اجل الى ان يتم انهاء الفساد تماما، وهي بالتالي معركه طويله اعتقد راح تستمر الكثير. في خضم استشهاد الناشط صلاح العراقي، ساحات التظاهر تتوهج باعاده تاهيلها، وبالخصوص محافظه كربلاء، استذكارا لدماء الشهداء. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.